يا مساء الفل ومساء الجمال ومساء الصحة والسعادة على حبايبي، أحلى ناس في الدنيا. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة يوم الثلاث، طبعا انتوا مستنيين بقى هعمل ايه النهاردة. لا بصراحة بحضر لكم وصفات حلوة قوي، وصفات سمك مختلفة ومتغيرة تناسب كل الأذواق، فاستنوا كده حلقة سمك مبهرة. الرز بتاع النهاردة كمان مختلف جدا وسهل قوي، وينفع معانا كمان من بواقي أي رز احنا عاملينه. يلا بقى اشوفكم بعد الفاصل، مستنيه كل مكالماتكم واتصالاتكم عشان الحلقه دايما بتحلو بيكم. واشوفكم بعد الفاصل، استنوا. عارفين اكتر كومنت امبارح قريته على حلقه امبارح وعجبني قوي هو ايه؟ يا فيفا احنا المنيو ده بالظبط هعمله بكره. والله دي اكتر حاجه بتبسطني، يعني بتقولي انا هعمل بالظبط اللي انت عملتيه النهارده، هو ده اللي انا هعمله بكره. رغم ان دي كانت حلقه اكلات صحيه عيش، بس كانت شهيه حلوه، سواء السلطه او الخرشوف، لان احنا ظالمين الخرشوف معانا. يا رب يكون كل حلقه كده، تاخدوا كده الحلقه بكل مشتملاتها ماشي، وتروحوا تنفذوها بجد، دي بتبقى اكتر حاجه ممكن تفرحني. ربنا يخليكوا ليا. النهارده بقى، امبارح كان اكلات صحيه صرف، النهارده ايه بقى اكلاتنا؟ النهارده اكلاتنا سمك. طيب في سمك كده رهيب، لحمه لونه روزي بشكل غير عادي، طعمه يجنن. برده مش دايما بندخله في وصفاتنا، هو سمك الايه؟ القاروص. بصوا جماله، بصوا لونه، بصوا التجزيعه بتاعته حلوه ازاي. سمك القاروص من الاسماك اللي برضو مش واخده حظها معانا قوي، زي الخرشوف كده بتاع امبارح. النهارده هنعمله طاجن، انما طاجن خطير. طبعا عارفين الاسماك الكبيره حلوه دي بتبقى حلاوتها في الفرن، مش حلاوتها ان هي تبقى مقليه خالص يعني، لا. البولتي بتاعنا، الماكريل، لا سوري، البولتي، المكرونه، البربوني، الحاجات دي تتقلي لذيذه، لكن البوري مشوي وصينيه وطاجن. القاروص، التعابين، الحاجات دي كلها، الهامور، الحاجات دي تحب قوي قوي وتعز الفرن. النهارده هنعملها بشكل حلو جدا جدا. بصوا جامد وخياشيم، بصوا لونه كمان عامل ازاي، بصوا لونه روزي ويجنن ازاي، شايفين اهو. وبصوا من بره مفضض ازاي، يجنن. وطبعا اهم من ده كله وانا بشتريه يكون جامد وعينه زي ما انتوا شايفين كده، شكرا، بتلمع. ده يبقى السمك فريش عندي، وريحته ابدا ما تكونش زفره، لا ريحته بتكون ايه؟ نفاذه باليود، ريحته بتكون باليود ماشي. تعالوا بقى نقول المقادير، يلا بينا. مقاديري ايه؟ كوبايتين دقيق، ملح وفلفل اسود وكمون، ثوم مفروم، وبصله كبيره متقطعه مكعبات، وطماطم مكعبات. بصوا بقى التركه دي، بطاطس بس مبشوره، هتديني طعم وتديني حشوه حلوه جدا جدا. بصوا هي مبشوره، هي ايه؟ نيه، مش مسلوق، نيه مبشوره، بتبقى لذيذه جدا جدا في الطواجن، تمام. وكمان فلفل حار احمر واخضر مكعبات، وخضره، وكرفس، وطبعا عصير ليمون، وثلاث معالق كبيره صلصه، وكوبايه عصير طماطم بيوريه، وبس كده. عموما هو عباره عن خضار ماشي. طيب اول حاجه طبعا احب اعملها اني احيق السمك بتاعي، يعني احبش احطه كده على طول في الطاجن وخلاص، لا احب احيق. طب التحييقه بتاعتي او الحياء بتاعي، طبعا مش عارفه انت بتقولها حياء ولا تتبيله ولا ايه، بتقولوها ايه؟ الحياء بتاعي لازم يبقى مميز. يعني ايه يبقى مميز؟ يعني حبايبي حبايبي مدام لا ماما ليلى وعزة، ماما ليلى ماما ليلى ماما ليلى عامله ايه يا زوزو؟
حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، نورتي نورتي. يا حبيبتي يا ماما ليلى، عاملة ايه؟ الحمد لله. وحشتيني وحشتيني قوي قوي. وانتي كمان يا حبيبتي، عاملة ايه وصحتك عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله، نورتينا ونورتي بيوتنا واسعدتينا خليكوا ليا. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك يا ماما ليلى، ودايما دعواتك كده سنداني والله، خليكي ليا. ربنا يسعدك. عارفه بقى الحلقات المسجله، ايوه دي بقى بتذكرك بالحبيب اللي انت مشتاقه له. حبيبتي بس بتبقي جوه الشاشه حبيبتي، اما بقى الحلقات اللايف ايوه كانك معانا وجوانا. حبيبتي حبيبتي يا ماما ليلى، ربنا يخليكي ليا. انا حاسه كده ردت لي الحياه والروح يا حبيبتي. والله العظيم حبيبتي يا ماما ليلى، انا بحبك قوي قوي وبحب عزه جدا جدا، ربنا يخليكوا ليا بجد. انا اكتر، والحلقه بتاعتك كانت جميله قوي امبارح قوي قوي قوي، وقلت العزه لازم نعملها. حبيبتي ربنا يخليكي ليا. الف سلامه على جوجو، وربنا يبارك لك في عيالك يا رب. حبيبتي يا وجوزك، ويحبب فيكي ويعلي رصيدك من حبيبتي. المحبه من كل الناس. ربنا يخليكي ليا والله، يسلم لي دعواتك يا رب. يعني بجد انتوا نعمه كبيره في حياتي، انا بحمد ربنا عليها. يعني انا تخيلي، انا بحس ان في حاجات كتير قوي بتحصل لي في حياتي بسبب دعواتكم دي. انت بتسعدينا والله العظيم والله العظيم. انا كده من امبارح حاسه كده زي ما يكون الروح دبت اول ما شفتك. حبيبتي يا ماما ليلى، ربنا يخليكي ليا والله. الله يخليكي، ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك. ومبسوطه قوي ان انا سمعت صوتك النهارده، مبسوطه جدا. الله يخليكي حبيبه قلبي، بجد معاك. ماشي الدهن. ماشي حبيبتي. يا صباح يا زوزو، وكل حاجة حلوة. حبيبتي عاملة ايه يا زوزو؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد أخت لله. جميلة جميلة جميلة، روح ما شفتهاش يا جماعة قد ايه بجد. العيلة دي انا حبيتها بشكل غير عادي بجد، ربنا يخليكوا. انا بحبكوا قوي قوي، واحنا بنحبك قوي 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 قوي، وكلامك ده بيسعدنا كتير كتير كتير، مش قادره اقول لك. يعني من يعني اقول لك ايه، من القلائل اللي بتدخل السعاده على قلبنا والله العظيم. يعني يا زوزو، احنا زي ما ماما قالت لك قبل كده، السعاده بتبقى شويه كده، فيعني انت من الناس اللي بتسعدنا جدا 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 جدا. حبيبتي حبيبتي، ما تحرمش منكم ابدا، ويا رب دايما اكون المصدر ده، مصدر السعاده والتفاؤل والفرح في حياتكم. الله يخليك. ولازم طبعا اقول لك ان مصدر السعاده الثاني برضه هو عمر اخويا واولاده هو كمان، والله ربنا يخليهم لينا يا حبيبتي. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم. اقول لك حاجه، ماما عملت الملوخيه بالمشروم بتاعي. الله الله الله، فلازم اقول للكل لازم يجربها. انا ما كنتش متخيله يا فيفا ان هي الطعم هيكون مفاجاه كده. تسلم ايدك رهيبة يا ست الكل، تسلم ايدك يا ست الكل والله. والله ماما عملتها جميله جدا جدا جدا، ما كناش متخيلين ان الملوخيه ممكن تتاكل مع حاجه تانية غير مثلا الجمبري، الارانب اللي احنا بنعملها باللحمه كمان بتبقى حلوه قوي. اه ده حقيقي والله. أيوة يا زوزة، انا مبسوطه جدا ان هي عجبتكم. الله يخليكي الله يخليكي، يعني كده طولت عشان ما اخدش مكان غيري برضه. حبيبتي لا خالص يا حبيبتي، حقي فيكي يا حبيبتي برضه، حرام. الكل بيحبك، ولازم تعرفي ان بجد انك اسعدتي الكل برجوعك والله. حبيبتي ربنا يخليكوا ليا، ما تحرمش منكوا ابدا ابدا ابدا. على سلامه جوجو، يبارك لك فيه وفي اخواته وباباهم، ويديكي كل السعاده اللي بتتمنيها يا رب. يا حبيبتي يا رب ليكي انت اكتر كمان يا زوزو، ويخلي لك ماما ليلى يا رب، ويخلي لك اخوكي ولاد اخوكي يا حبيبتي. نورتوني دايما، نورتوني نورتوني. بصوا بقى السمك، النار عاليه جدا، ماشي، وتبلته بتوم وملح وكمون وفلفل اسود، ماشي، توم وفلح ملح وليمون وفلفل اسود، وعلى نار عاليه جدا حطيت شويه زيت، وعملت ايه، حطيت السمك في الدقيق، ونزلت هنا على طول في الطاسة بالسمك، عفرته بالدقيق، نفضته كويس جدا، ونزلت على طول هنا
بالسمك. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بص هروح خلاص، انا عايزه بس لون، يعني مش عايزه حاجه، لون ونفس الزيت، فاهميني؟ مش عايزه حاجه تانية. اهو اهو بصوا بقى بدا يتفكك مني خلاص، هيتهري، ما بياخدش وقت خالص يا جماعه. ارصصه بقى عندي هنا في الطاجن. ماشي، بصوا بقى، مش انا هنا ده مكان السمك، اسمعوا مني اسمعوا مني بقى الحركه دي، حطوا بقيه الثوم بتاعكم، ماشي اهو، وحطوا كمان شويه الكمون، البصل، ماشي، البطاطس اللي انا قلت لكم عليها اللي هي نيه، الله على الريحه بقى، الله، كاني يا جماعه عاملاه بمرقه، مرقه سمك. بصوا بصوا اهو، يبقى انا بعد ما شلت السمك عندي هنا من الطاسه، حطيت ايه؟ حطيت الثوم، وحطيت البصل مكعبات، وحطيت ايه؟ البطاطس اللي انا بشراها، ماشي، وانزل بالفلفل كمان الالوان، وانزل بالكرفس الخطير ده، واقلب واتبل. واقول الو يا استاذ حسين. يا مساء الفل يا شيف. يا مساء الفل، زيك عامل ايه؟ الحمد لله، الله ينور على الالوان والريحه اللي هتجنن دي يا شيف. اه والله مش عايزه اقول لك، شويه سمك بقى النهارده، يا سلام يا سلام. عامل ايه يا استاذ حسين؟ الله يخليك يا شيف. لا الحمد لله تمام الله يا شيف، بيسلموا على حبيبك والله، كل يا رب دايما وكل اهل اسوان الجمال. الله يخليك يا شيف. الجو عندكم يعني بدا يتظبط؟ اه ابتدى يعني الحراره تنزل شويه. طب حلو جدا، احنا كمان هنا بدا فعلا كمان يتظبط، عشان تنورينا ان شاء الله يا شيف في الشتاء كده. والله انا اتمنى اتمنى ان شاء الله، ونفسي جدا ازور النوبه، يعني عايزه اقول لك ما نفسيش في اي ازور في اي بلد يعني، او اسافر بره قد ما نفسي ازور النوبه. نورينا والله يا شيف. ان شاء الله ان شاء الله. نورتني يا استاذ حسين. الله يخليك يا شيف. ربنا يخليك دايما منورنا. نعم. تقولوا ايه؟ حاضر. طيب انا بعد ما حطيت كل الحاجات دي على بعضها، وتبلته بكمون وملح وفلفل اسود، انزلوا بقى بالليمون كمان، ماشي، وحطوا شويه الصلصه الحلوين دول، دول طماطم ضرباهم من غير نقطه ميه، طماطم ضرباهم من غير نقطه ميه، ماشي، وبعدين حطوا عليها الصلصه تعزز اللون، ممكن تكتفوا كمان بالطماطم بس. وايه بقى؟ تعالوا الخضره هنا، الله، الخضره يا جماعه في حشوه السمك بتكون جباره، الحشوه دي هتتاكل قبل السمك. وننزل بقى بالطماطم، شايفين اهي، الله الله الله. احط بقى هنا ايه على الصلصه كده، اشطفها بشويه ميه اهو، واحط في اي حاجه هنا ممكن تكون مش موجوده عندنا، طبعا انتوا عارفين السمك يحب الكمون زي يعني. حطيته يا ست الكل. يا ست الناس، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يبارك لك وتسلم ايدك على كل حاجه. تسلم، انا عارفه طبعا مش على هواكي النهارده. لا مش يعني. بس هو فين على هواك انت؟ والله انت عارفه ان انا ما بعرفش اكل سمك بره البيت ابدا. اه طبعا خالص. لا ده لازم الا السمك. اه يعني عايزه بره. اه الا السمك. أوه. لازم اكون انا اللي عاملاه او ماما اللي عاملاه. ربنا يخليها لك يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. ربنا يبارك لك والف سلامه على جوجو. الله يسلمك. ومليون مبروك ليوسف. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حبيبتي. والله بدعواتكم. عقبال التخرج يا رب. امين يا رب. وهو فعلا اخوكي، هو مش ابنك، اخوكي. عجبني قوي التعليق ده. صاحبتي
انتي بتقولي الف مبروك لاخوكي الكبير. طلع ايوه اخويا ده اخوكي الكبير. ما هو اصلي واخدني كده حاطط ايده على كتف البيبي. ربنا يخليهولك ويحميهولك يا رب. حبيبتي ربنا يحميه ويخلي لك ولادك وجوزك يا رب. حبيبتي ومامتك قبل اي حاجه حبيبتي يا رب. ربنا يخليكي ودايما منوره مكانك ودايما دعواتكم. والله يا ام اسلام ربنا يخليكي. انا حسن وهقولها تاني ان في حاجات في حياتي عدت بسلام بسبب دعواتكم. ربنا يسعدك زي ما بتسعدينا والله. ربنا يخليكوا ليا. ربنا يخليكي وسلامي لكل كرو البرنامج والاصدقائنا حبايبنا ورنون حبيبتي والاستاذ ضياء وكل اللي في الكرو معاكي. استاذ ضياء كمان استاذ ضياء. طبعا هو اللي قال لك يا عم ست الكل بتسلمها ليك. وهو اللي قال لي هو المقوله بتاعتك هو اللي قالها لي امبارح. دي نايه كبير هو. ربنا يسعدكم يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي. يا حبيبتي شكرا ليكي. ما تحرمش منك ابدا ابدا. مع الف سلامه. بصوا بقى البقبقه دي ماشي هروح عامله فيها ايه واخداها اهي خلاص وحاشيه بيها السمك عندي اهو كمان بحشي السمك. ايه رايكم بقى لحد ما احشيه مش هكمل حاجه هحشيه وترجعوا لي كده ولا اخلصه الاول عشان يدخل الفرن. طب خلاص انا هخلصه معاكم علشان يدخل الفرن ماشي. معلش يا شباب ثانيه واحده اهو. بصوا بقى الحشوه بطاطس بالبصل بالثوم بالفلفل بالخضره حشيته جوه ماشي. انزلوا بقى عليه بالشكل ده ماشي. ايه رايكم يجنن يجنن. ونروح هزينه هزه حلوه كده ويدخل الفرن طبعا على درجة حرارة 180 سخن قبلها. مش هتغطيه فيفا؟ لا طبعا مش هغطيه. ليه؟ الخضار هنا عندي هينزل مية. وهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين وانا بقليه كان بيقول لي خلاص انا قربت استوي. قال لي بسيط السمك ما بياخدش وقت خالص. هدخله الفرن ونتقابل بعد الفاصل. استنونا. الطاجن ده الناس اللي بتحب ايه؟ حاجه مشطشطه طواجن تطلع وتحط على رز تاكل بعيش. يا سلام. انا بالنسبه لي السمك بعيش الا ان دقت بصراحه وانا مسافره الشيف اللي هناك الشيف الاكل الصيني بيعمل شويه رز جنب السمك جبارين. قلت له لا معلش بقى احنا زمان مع بعضينا ارجوك الطريقه وقالها لي فانا لازم اعمله لكم النهارده. عجبني جدا 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 طعمه حلو قوي يا جماعه مع الاسماك. كان اليوم ده عاملين لنا جمبري مش عاملين لي انا لا عاملين طبعا في كل المكان جمبري وكابوريا ومش عارف ايه الحاجات دي وده الرز اللي كان معاها كان تحفه. هعمله لكم هيعجبكم قوي. طيب اما الوصفه دي فهي بقى للناس اللي بتحب تاكل اسماك او فيليه بشويه صوص زبده. هو السمك ينفع مع زبده؟ يا سلام يا سلام يا سلام. بشويه صوص طحينه. الوصفه دي هتعجبكم جدا وكلها في حله واحده كلها. طاسه عندي سخنه اهي وبتسخن. تعالوا قولي المقادير هعملوا ايه. فيليه بصوص الطحينه وشبت اي فيليه وقار بقى بياض بلطي اللي انت عايزاه المناسب ليكي. هامور اللي انت عايزاه. النهارده احنا جايبين هامور وهحط عليه بقى بهارات سمك عصير ليمون ثوم مفروم مكعبات زبده شبت طحينه خام عصير ليمون وشويه ميه عشان افك بيها الطحينه ملح وفلفل اسود ويا سلام على شويه ايه شبت وليمون. تمام تمام. تاني هعمل ايه؟ هحط يا جماعه على الفيليه اللي عندي اي نوع فيليه بهارات سمك عصير ليمون ثوم مفروم مكعبات زبده والصوص شبت معلقه كبيره طحينه خام وعصير ليمون وشويه ميه وملح وفلفل اسود وللتزيين اعواد شبت وكمان ليمون شرايح. خلاص شبت يعني معايا. طيب اول حاجه الطاسه عندي هنا بتسخن. اخد السمك بتاعي اهو
واروح مقطعاه، احب جدا اقطعه ايه نصين، كل شريحه عندي اقطعها نصين. في ناس يا جماعه ما بتعرفش تاكل غير سمك الفيليه، ما بتعرفش تقعد تفصص، يعني بتتظلم لو انتوا قدمتوا لها سمك بشوكو ما بتعرفش تاكل. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح زي ما قلت لكم هنا متبلاه بشويه بهارات سمك، حبه حلوين كده ماشي، وبرده رشه ايه ملح، ما فين بحب ايه كمل بايديا وفلفل اسود. يبقى انا تبلته بشويه بهارات سمك وملح وفلفل اسود اهو، تمام، تتبيله حلوه. وبعدين هحط وعطسه حلوه، تتبيله حلوه ومعها عطسه حلوه على طول. هحط بقى شويه زيت هنا حلوين وانزل بالزبده، حبه حلوين برضو ماشي اهو، زبده وايه وزيت خلاص. نعم قولي مين ايه؟ حاضر. بعد العطسه دي على طول انا هاخد ايه هي ايه. اهلا يا حبيبتي قلبي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. حلوه تاني والله العظيم. وانتي يا حبيبتي عامله ايه دلوقتي والعيله عامله ايه؟ كويسين الحمد لله، بسلم على حضرتك. يا رب دايما عليكي. مكتره صوت الناس شكلك كده ايه؟ مكترة الفلفل الاسود. والله ما مكترة ولا حاجة، بس مش عارفة مالي كل ما احط فلفل اسود اديهم وصلة عطس. بقول لحضرتك احنا عايزين وصفة للشعر. شعر ايه بقى؟ انا شعري بيقع وعمال يخف جامد قوي. طب بصي انت لازم الاول تروحي تكشفي تعملي تحاليلك ماشي، عشان ممكن بمنتهى البساطة يكون عندك نقص فيتامينات ماشي. تمام بس وبعدين لما تلاقي ان انت الدنيا تمام هو لازم هيديكي اولا علاج، وبعدين بقى انت ممكن بشويه وصفات طبيعيه يعني ايه تزوقي تتسرعي الموضوع، فاهمه؟ انا عملت وصفات، جبت قرنفل وجبت حبه البركه وروزماري وورق لولو وحطيت عليهم كوبايه ونص من الميه وبغليهم، وبعد كده بسيبهم يهدوا كده خالص واصفيهم واحطهم في البخاخه. ماشي يا حبيبتي، انت لازم تعرفي برضو انت ليه شعرك بيقع. تمام مهم، اصل انت لسه صغيره يا ايه، انت لا حمل ولا ولاده ولا كده، فاهمه؟ تمام فانت لسه صغيره يا حبيبتي، لازم تعرفي ليه شعرك بيقع ونحاول نعالج الاول. شدي لسه قدامك، ان في الحمل هيقع شعرنا وفي الرضاعه هيقع شعرنا، وبعدين خلي بالك من مضاعفات الكورونا ان هي بتخفف الشعر. فانت بتبقي ده بقى بيبقى نقص فيتامينات عندنا، فانت لازم تروحي للدكتور تعرفي علشان تعالجي صح، عشان انت لسه صغيره. طب انا نمشي في السمك بقى. ايه بصي بقى انا عندي شويه سمك هنا، والله ريحه الزبده خطيره. انا نفسي فيه تجنن. ونفسي طبعا في الرز وفي السمك اللي انت حضرتك بتعمليه. لا عايزه اقول لك الرز ده لازم تجربوه النهارده، مش ممكن هيعجبكم جدا، انا عشقته قلت له لا بص ده هيبقى بالنسبه لي الرز المرحله الجايه. تسلم ايدك بجد على الوصفات اللي انت بتعمليها، وانا فعلا كنت وحشاني قوي بقالي فتره ما كنتش بتفرج على حضرتك ولا بتابع حضرتك عشان الظروف اللي كان عندنا. يا حبيبتي بس بتابعها طبعا على اليوتيوب والكلام ده، حتى في حلقات كانت متسجله والكلام ده. وربنا يا رب يعدي كل ظروفكم حبيبتي على خير ويجعلها اخر الاحزان يا حبيبتي، البقاء لله. اللهم امين. نورتيني يا ايوي، منورك يا نورتيني يا حبيبتي، مع الف سلام. عملت ايه انا بقى دلوقتي؟ بعمل الصوص بتاعي. عايز اقول لكم تشويحتين السمك دي سووهولي، ريحه الزبده تجنن تجنن مع السمك، هتعجبكم قوي قوي قوي. مين يا ولاء؟ الاء وولاء اللام الف، عامله شغل معانا النهارده. عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، انت اخبارك؟ تمام الحمد لله. بصي انا ما بفوتش حلقه بيكي والله، ربنا يخليكي ليا.
انا بنتي صنفوف عندها 3 سنين بتقول لي بصي بصي عامله سمكه، هاتي السمكه دي. يا راح قلبي اسمها ايه؟ اسمها ليلى. حياه قلبي يا ليلى، انت عارفه انا بحب الاسم ده قوي ولا؟ ربنا يبارك لك بجد، ربنا يخليها لك يا حبيبتي. اما تقولي هي بتعمل ايه لما شافت السمك الفيليه بتقول لي لا دي مش سمك. هاتلها بقى. لا دي سمك. هاتلها بقى. خلونا أيوة. والله عايزه اقول لك ان اكبر غلطه بنعملها في اولادنا ان احنا ما بنعلمهمش اكل سمك وهم صغيرين. لا انا هي بتحبه جدا. بس على هي طول. طلع زيي. ده ليه؟ عايزه اقول لك اكتر حاجه بتساعد الاولاد على التركيز. فحلو جدا. أنا محتاجة رقم تليفون حضرتك. حاضر بصي سيبي لي رقمك مع رنا وانا هكلمك. اتفقنا؟ بس بالله عليكي ما تخليش حد يقفل. لا لا انا محتاجاكي ضروري قوي خالص وحياتك هكلمك ماشي. خدي رقمها يا رنا بعد اذنك تقلقيش. طيب بصوا انا هنا عندي السمك استوى خلاص تقلبتين مع الزبده. يا نهار ابيض على الحلاوه، مش عايزه احكي لكم ريحته تجنن. ايه رايك في ريحته يا عم علي؟ عم علي ايه رايك في ريحته؟ اه بيعمل لي كده اهو اعجبني. لايك اعجبني. والله ريحته جباره هتعجبكم جدا. بصوا بقى بعد ما استوى تماما اروح نازله بقى بايه؟ بالصوص الطحينه اللي انا عملته، ليمون وثوم وشبت كده اهو. الله على الريحه، ايه الجمدان ده؟ حلو قوي. شايفين بقى؟ يستوي بقى كمان في الليمون مع الطحينه مع الشبت مع الثوم، كل ده انا قلبته على البارد وبعدين بقى نزله فيها ايه؟ ليمون كده بس. ايه رايكم؟ اخدت وقت معايا؟ اظن يعني مفيش بعد كده الوصفات مفيش فيها اي حاجه جاهزه، يعني كل المطلوب منك يا ست الكل توصي بتاع السمك بتاعك على شويه سمك حلوين وتشتغلي بالخضار اللي عندك، شويه طحينه زبده اهي زي ما انت شايفه، ده بيكون فيه الهير والطعم، شويه الزبده والثوم والشبت اهو. هسيبه يبقبق حبه حلوين خلاص. الله ريحته مش ممكن. حاضر فاصل ماشي، ونروح لفاصل ونرجع نعمل احلى رز سمك هتعتمدوه لستين سنه قدام. استنوني. شفتوا بقى السمك عامل ازاي؟ يجنن. بصوا انا سايباه هو استوى خلاص اصلا، بس بحب اسيبه كده يبقبق. البقبقه دي بقى بياخد من الصوص ومن الطحينه، بياخد من الحاجات دي كلها. تعالوا بقى ايه نحطه عندنا ونقدمه. تعالوا كمان نبص هنا. الله بصوا نزل صوص ازاي اهو. انا مش حاطه له ميه خالص، الخضار نزل الصوص تحفه وريحته حلوه قوي. لا لسه شويه. تعالوا بقى نعمل الرز اللي بقول لكم هنعتمد عليه في مراحل كتير جايه. طيب يا عم الشيف الجميل احنا زمايل، قول لي بقى طريقته. قال لي والله ده رز سهل جدا. انا سلقت الرز وجبت شويه صويا صوص ووستر صوص وزيت السمسم وشويه بهارات سمك وملح وفلفل اسود. قلت له بس، قال لي بس. قلت له ويطلع طعمه حلو قوي كده، وبعدين مفلفل كده وصوص كده وجوسي ويجنن. بصوا المقادير سهله ازاي. رز ابيض اهو عادي مستوي خلاص، وشويه صويا صوص والويستر صوص ماشي، وشويه على فكره ممكن نشيل الويستر صوص لو انتوا يعني مستقطرين تشتروا صويا صوص والويستر صوص، فممكن نشيل الويستر صوص اوكي، وشويه زيت سمسم. قلت له لازم زيت سمسم، قال لي بيفرق قوي في طعمه، طعمه كان جبار. انتوا عارفين ان انا ما بعمل اي حاجه اسيويه مش شرط اقول لكم نجيب زيت سمسم، بس فعلا انا اعتمدت ان الوصفه دي يكون فيها زيت سمسم لانها فعلا كانت حلوه خلاص. فانا جبتها عندي هنا الوك وهروح حاطه فيها شويه ايه زيت سمسم حلوين كده
ممكن نحط توم بقى لو انتوا عايزين، مش عايزين خلاص. بس هو ما قاليش ان هو حاطط فيه توم. طعمه كان يجنن. واحط شويه بهارات ماشي، واحط بقى ايه صويا صوص عندي هنا والويستر صوص هنا كله هنا. عايزة بصل اقدر اسيب بدري. طب اي حاجه خضر تمام، واقلب اهو. وبعدين ابدا اجيب بقى الرز من هنا احطه هنا. واخدين بالكم؟ اجيب الرز من هنا احطه هنا اهو كده واقلب اهو، واحط تاني. حط بقى الكميه اللي انا عايزاها. بصوا بقى بيبقى مفلفل جدا ازاي ولونه عامل زي رز السمك اهو. اخلص كل الرز اللي عندي. يا ام طه. الو. اي يا حبيبتي ازيك؟ ام طارق مش ام طه. ام طارق حقك عليا، عامله ايه؟ معلش العتب على السمع. عامله ايه يا حبيبتي؟ انت وحشاني خالص. وانتي كمان، ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ وحشاني. وانتي يا حبيبتي انت عامله ايه؟ واحفادك عاملين ايه وولادك؟ الحمد لله. انا كنت قلقانه عليكم قوي والله العظيم الاسبوع اللي فات. حبيبتي ربنا يخليكم لينا، ما تحرمش منكم، احنا زي الفل، كنا بنريحكم مننا شويه بس. لا يا حبيبتي احنا ما بنزعش منك ابدا. حبيبتي ربنا يخليكي. انتوا عارفين انتوا غاليين علينا قد ايه؟ احنا عارفين طبعا، ربنا يخليكوا لينا. ربنا يسعدك يا رب يا حبيبتي. انت عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله صدقيني زي الفل، الحمد لله في نعمه. وماما وبابا وكلكم حلوين يا حبيبتي بخير ان شاء الله دايما يا حبيبتي يا رب، وربنا يسعدك يا رب. حبيبتي يا ام طارق انا وانت يا رب، ودايما كده فرحانه بكل حبايبك يا حبيبتي. يا رب يخليك ويخليكي ليهم. وانت كمان يا بيبا والله وحشتيني خالص وحياة ربنا. وانتوا كمان يا حبيبتي ربنا يخليك. والله بحبك في الله، والله العظيم بحبك جدا حبيبتي، وانا بحبكوا جدا، وانتوا غاليين عندي قوي، وانتوا عارفين. انت ورانا وشيف سعيد وكلكم والله العظيم. وكمان شيف سعيد يعني يالكم. أيوة طبعا. ام طارق اهي بتسلم عليك بحالها. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي، ما تحرمش منك. ربنا والله يسعدكم دايما كلكم يا رب. حبيبتي ما تحرمش منك والله ولا من دعواتك يا حبيبتي. مع الف سلامه. بصوا بقى لونه طالع عامل ازاي. هي مش ده رز السمك لونه، بس طعمه بقى يعجبكم جدا. طعمه مختلف يعني. انا بالنسبه لي انا على فكره انا شخص زي ما قلت لكم يحب العيش يحب المكرونه، الرز عايزه اقول لكم عجبني جدا جدا جدا، وقلت انا لازم اعمله واوريه لكم عشان انا متاكده ان انتوا كمان هيعجبكم. بصوا بقى جوسي ازاي كده ومفلفل ولونه حلو قوي. لو عندكم شويه بصل اخضر حطوها هتبقى حلوه ماشي. لو عندكم شويه خضره برضو حطوه. يا مدام سحر. الو عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل. باكل رز سمك من هنا مش شفا. ايه اخبارك؟ الحمد لله. لو سمحتي يا شفا كنت عايزه اسالك، المكرونه البشاميل على طول مش بتتظبط معايا. الايه؟ المكرونه البشاميل. انا كده زعلان، انا كده سوسو زعلان. مكرونه البشاميل يا مدام سحر. البشاميل نفسه دايما اللي مش بيتظبط معايا. طيب يا ستي انا مش هقول لك روحي، هتلاقي ليا حلقات كتير مكرونه بشاميل، بس انا هقول لك ديشنيون وصل البشاميل. بس انا هقول لك باختصار البشاميل عشان يكون مظبوط معاكي هتعملي ايه. اربع معالق سمنه. قدامها اربع معالق دقيق. خمس كوبايات لبن. ماشي. ملح فلفل اسود جوزة الطيب. تلات معالق جبنه كريمي. خلاص. طيب هنعملهم ازاي؟ هنسيح السمنه نحط عليها دقيق نقلب كويس جدا، ما نحرقش الدقيق ولكن نخليه يستوي. يستوي ازاي؟
اول ما يبدا يلزق معايا في الحله يبقى هو كده استوى. هنزل عليه اللبن حبه حبه بق بق. يعني ايه؟ يعني احط واقلب ماشي. هلاقيه بيربط معايا وبيبقى عجينه، هو ده المطلوب. اروح احط حبه كمان ففك، وبعدين اربط اربط لحد ما اللبن يختفي، هو ده المطلوب. بعدين احط هيبقى لبن ودقيق، افضل اربط 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 لحد ما اللبن يختفي. ما تحطيش لبن على لبن غير لما يختفي. واوعدك انك هتاكلي احلى بشاميل. وبعدين بعد خلاص ما يبقى عندي البشاميل كل الكميه حطيتها مع بعضها وبدا يبقبق، اروح حتى الاربع معالق جبنه كريمي او الثلاث معالق جبنه كريمي زي ما انت عايزه. تمام. وبعدين راحت فين؟ وبعدين أيوه تحطي ملح وفلفل اسود وجوز الطيب خلاص. وبعدين يا سلام لو رشه موتزاريلا. بس كل ده بعد ما يبدا يبقبق. ليه؟ علشان الجبنه ما تطلعش الدهون اللي فيها. هيديكي بقى مطه وسيحان وطعم كريمي، وهتدعي لي هتاكلي كده المكرونه بشاميل وهتدعي لي. هعمله واكلم حضرتك تاني. خلاص مستنياكي يا حبيبتي. ماشي. تسلم ايديك يا مدام سحر. ماشي. شكرا. مع الف سلام. بصوا بقى الحلاوه دي، ده الهيرو بقى. بصوا عامل ازاي. اخد معانا وقت ولا اي حاجه، عملنا منيو سمك انما ما حصلش للناس اللي بتحب الطواجن وريحه الاكل كده اللي خارج من الفرن ومليان خضار وصوص كده، ياكلوا بعيش ياكلوا برز، يحطوا جنبه طبق الجرجير وطبق العيش والبتنجان المخلي والفلفل المخلل، ده لازم. وياكلوا بقى ويتمزجوا طبق السلطه الخضراء البلدي بتاعنا البسيط وطبق مطاعم. عملت النهارده كمان الفيليه الهامور بصوص الزبده والشبت والليمون، طبق مطاعم وكله في وك او 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 طاسه واحده او حله واحده، من الوصفات اللي ما بتحتاجش مواعين خالص، وصفه صيفيه جدا. ده يتقدم مع شويه رز ابيض او يتاكل جنب الرز اللي انا عاملاه ده، وده كمان يتاكل جنب الرز ده، او كمان يتاكل زي ما قلت لكم شويه عيش طبق او رز ابيض او رز سمك. وعملنا الرز اللي انا بقول لكم عجبني جدا جدا، ولونه رز سمك لكن طعمه مختلف وهيعجبكم قوي. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. وده كان يوم السمك يوم البحريات. يا رب انا حاسه ان انتوا تكونوا لقيتوا فيه وصفات جديده مختلفه. وبكره ان شاء الله بقى هتستنونا في حلقه، بس حلقه حلوه. هي طبعا كل حلقاتنا حلوه، بس لا عشان بكره يوم الحلو. طبعا حلو الاحلى ناس في الدنيا. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، بحبكم من كل قلبي بجد، وربنا يديمكم دايما نعمه في حياتي، ودايما اكون زي ما انتم شايفيني كده، مش عايزه اي حاجه تانيه. بحبكم جدا جدا جدا، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. باي باي.